مرحبا، اليوم نحن 28 حزيران 2012. 5 سنين مرقوا على دخولي الأراضي الأمريكية على مطار ديترويت. بتذكر 2007 أول ما فتت على المطار، قدرت اطلع وين؟ شو بشوفها هيك من هونيك عالزاوية، زغطورة هيك تايني حملتها أمها بإيدها، 6 أسابيع عمرها. كنت كتير محمس إجي أشوف بنتي. تركنا لبنان بـ2007 لحتى اجي اشوف بنت اللي خلقت بامريكا. تاخرت ما وصلت 6 اسابيع، كان عمرها 6 اسابيع، ما قدرت لحقتها وقت خلقت. علت الحرب يعني بـ2006 وكذا، وانا نجا لامريكا حتى نتعرف على اهلها لمرتي بالنتيجه، ومرتي تولد بامريكا انه احسن جنسيه والولاد وما بعرف، مثل ما كلنا بنفكر. بقى جيت انا، هن سبقوني وانا لحقتهم بعد فترة، كنت مسكرة السفارة بالحرب 2006 وهيك، تأخروا الوراق لأننا اشتغلنا عليهم حتى اجي. كانت خلقت البنت 6 اسابيع، حملتها بايدي هيك صغيرة زغطورة، انجأ يعني عبت لي ايدي، بركت حطيتها بالحضنة وبعدين عم خبرها الخبرية اول ما وصلت على المطار وعم فرجيها صور. صار عمرها 5 سنين بنتي، صار لي 5 سنين بأمريكا. أنا بنت خلقانة بأيار 10 أيار 2007، وابني صار لنا كمان بيبي صبي، صار كمل 3 سنين بديسمبر كانون، صار 3 سنين وبنتي عمرها 5 سنين. قطع العمر 5 سنين مرقوا يعني بلحظة ما حسينا فيها، وهذه الغير بعسة جايين حنقضي صيفية هون و تعرف على أهلها لمرتي وإنه هيك واحد قد صيفية تموز أب أيلول وبفل يعني. بعدنا هون 5 سنين، بنجي على الغربة إنه مجملنا قرشان أو منطلع جنسية أو إنه كذا، واحد بيصير يفكر يعني هاي الأفكار الواحد كلنا سوا بنصير نفكر فيها إنه شو بدنا نروح نعمل الغربة. شو بتلاقي حالك إنه مرق الوقت ومرق العمر، مرق السنين، شو عم تعمل؟ شو عم جرب تأسس؟ شو عم جرب تخلص بأمريكا؟ كتر خير الله يعني الواحد بيعمل شغل، بيفتح بزنس، بيفتح كذا، في فرص عمل. بس مثل ما بتقول لي امي اللي بده يشتغل بيشتغل وين ما كان يعني، هيك مزبوط. بس برجع بتفكر انه بلبنان شو عم بيصير اليوم، تشوف ناس عم بسكروا طرقات المطار، ناس عم تحط اجسامها بالارض لحتى تعمل مظاهرات، تسكر الطرقات، مشاكل عم بتصير، طالع نازل، كيف ما تروح كيف ما تيجي، بتسمع بطرابلس، بصيدا، ببيروت، انه وين ما كان يعني الشرق الاوسط كله هلا وضعه بخوف. بس نحن معوضين انه يوم الحرب مرقت علينا وعشنا الحرب وكبرنا بالحرب وكل ما بنا شيء، كتر خير الله، كتلة عاد نفسية بس مش الحال يعني. ما المهم شو بعرفني، الاوضاع بامريكا مش كتير هالقد يعني، بتشوف تسمع الاقتصاد والبنوك والعقارات كله سوا عم بينزل يعني، ما الدنيا كون ما تروح يعني، وتشوف انه بدك تروح بالدنيا يعني. بيفكر الواحد انه مطرح ما اهله الواحد بيبقى هو بيكون موجود بيكون مبسوط واصحابه، ولا يا ترى انه ما بعرف. المهم بس هيك انا حبيت اعمل ريفلكت صغير على انه هالفترة هيدي. بتمنى انه الكل يكونوا مبسوطين، وان شاء الله يا رب ما يصير اي مشاكل واي تطورات سيئة يعني، وما نسمع الاخبار الحلوة من لبنان، قالوا له لبنان بلاد حلوة وكلنا مشتاقين نرجع وننبسط بالبحر وبالجبل وبالشعب الطيب وبكل شيء. بحبكم جميعا وإن شاء الله نشوفكم قريبا. لبناني من أمريكا، باي باي.